من حج وعليه دين، حج من عليه دين صحيح، ولكن لا يجب الحج على من عليه دين حتى يؤدي دينه، لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والمدين الذي ليس عنده مال لا يستطيع الوصول إلى البيت، فيبدأ أولا بقضاء الدين ثم يحج. والعجب أن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يذهبون إلى العمرة أو إلى الحج تطوعا من غير فريضة وهم مدينون، في ذمتهم ديون، وإذا سألتهم لما تأتون بالعمرة أو الحج وأنتم مدينون قالوا لأن الدين كثير، وهذا جواب غير سديد، فإن القليل مع القليل يكون كثيرا، وإذا قدر أنك تعتمر بخمسمائة ريال فهذه خمسمائة أبقها عندك لتوفي بها شيئا من دينك. ومعلوم أن من أوفى من المليون ريالا واحدا فإنه يسقط عنه ويكون عليه مليونا إلا ريالا، يعني فإنه يسقط عنه ويكون عليه مليون إلا ريالا، وهذا هذه فائدة يستفيد بها. فنصيحة لإخواني الذين عليهم ديون أن لا يأتوا بتطوع من حج أو عمرة، لأن قضاء الواجب أهم من فعل المستحب، بل حتى من لم يؤدي الفريضة من حج وعمرة لا يجب عليه أن يؤدي الفريضة وعليه دين، لأن الدين سابق، ولا يجب الحج أو العمرة إلا بعد قضاء الديون. نعم.